تابع حسابات نكت، تابع حسابات فرفشة. ليش؟ تويتر مو كفو تاخذ جد، هو مصمم بطريقة تثير الجدل، هو مصمم إنه يجونك جيوش من المجادلين اللي يضرون نفسك وحسابك. تويتر إدارته قررت قرارات كثيرة غبية، وستقرر قرارات كثيرة أغبى، من ضمنها هم فشلوا في مواجهة البوتات، فالحين يريدون الناس كلهم يشترون علامة التوثيق كتأجير شهري، يأجرون علامة التوثيق، يعني الحين يجبرون الناس بشكل غير مباشر على استئجار علامة التوثيق، فعلامة التوثيق الحين خسرت قيمتها. وعلامة التوثيق شنو علاقتها في البوتات؟ أقول لك، إيلون ماسك يقول عندنا بوتات مجننتنا، خلاص أنا راح أغصب أي واحد يصنع بوتات يدفع لي فلوس عشان أسد نفسه من موقعي، وبالتالي أحل أزمة البوتات، لأن اللي مسوي البوت يبي يربح فلوس ما يبي يخسر فلوس. تمام، زين يا إيلون، أنت الحين بتدفع أكثر مما يكسب، أنت الحين أصلا خليته لأجر علامة التوثيق وهو بوت، خليت ضرره أكثر وأقوى وأمضى ويربحه أكثر، فما هو حل عملي؟ تجي على تغريدة جادة أنت غردتها، يجيك واحد يعلق تعليق سلبي نكدي، ما تقدر تمسح تعليق الناس على تغريداتك، ما تقدر. فبالتالي إما أنك أنت تسكت عنه وهو يكون أكل مساحة من مساحة نجاحك أنت، أو أنك أنت تعطيه بلوك علشان على طول تويتر يقول له انتبه ترى هذا عطاك بلوك، وكأنه يقبل إيده، صور الشاشة وقول للناس أن فلان عطاك بلوك. طيب ليه هي تويتر لما أعطي حق أحد بلوك اتعلم، شوف تراها يحضرك، قول مثلا الحساب غير موجود بس خلها شوية مبهمة. لا، تويتر إلا بشكل غير مباشر يبوس إيد الناس، صوروا الشاشة على الحساب اللي مبلكم عشان تقولون طالعوا بلكني ما استحمل أسئلتي العبقرية هالشكل. فهو مصمم بحيث أنك أنت ممنوع تحذف أي تعليق سلبي على تغريدة من تغريداتك، وبالتالي متابعينك يصيرون جيش يدافع عنك، ولما يدافعون عنك متابعين ذاك المعلق يتجيشون ضدك. متى التهبت مواضيع سخيفة مثل ذكورية نسوية، كوكب الأرض كروي ولا سطحي ولا دونت؟ متى التهبت عنصريات بمستويات جديدة؟ متى بدأت مشاكل أيديولوجية كثيرة في المجتمع؟ متى وأين وكيف؟ من تويتر وبكيفيات تويتر وفي وقت انتشار تويتر. فالحمد لله أنه قاعد ينتهي، وتويتر موقع أحسن استخدام له أن لا تكن لك فيه لا ناقة ولا جمل، شيل كل اللي أنت تتابعهم، تابع بس اللي يونسونك، طلع عليه بسيطة واتركه. ليش؟ إن حتى الأخبار الفورية اللي هو أقام كل موقع عليه، موقع تويتر شنو أقام على شنو؟ إنه هو أحسن موقع للأخبار الفورية. الحين كفاءته كأخبار موقع إخباري أخبار فورية، كفاءته هذه قاعدة تضعف جدا. ليش؟ لأن الحين الأخبار تجيك من الحسابات الموثقة، تجيك من بحر بوتات، والحسابات الموثقة هذه موثقة بفلوس، مو موثقة بالضرورة عشان شطارتها. فبالتالي تحريك للمصداقية في تويتر أصبح عمل مجهد جدا، خلاص هو مو كفو بالعامية، إنما بالفصحى هو ليس كفو بالهمزة، يلا عشان نعطيها برستيج، هو فعلا ليس كفو، ما عنده هذه الكفاءة، متروس بوتات، متراكم عليه يعني ديون تضغطه وتخلي عنده إشكالية في التوظيف، طرد الكثير من موظفينه،
ارتبكت ادارته اكثر واكثر، متلخبط وقاعد يلخبطك معاه وقاعد يقفل حسابات وقاعد يخليها في حاله القراءه فقط، وقاعد يحوس الناس وقاعد يبعدك عن الاكسبلور، ويخليك اذا انت ما دفعت فلوس الاجار الشهري على علامه التوثيق يخلي تغريدتك كانها حبه رمال في طبقات من الرمال في الصحراء، كأنك حبة رمل بقلب تل في البر. وين تغريدتك؟ خلاص ما لها من رواج. فإحنا يا تويتر المستخدمين اللي بنيناك بتغريداتنا وبنيناك بلايكات نعطيها حق صناع المحتوى وبريتويتات ومتابعات، حتى الريتويتات واللايكات صار لها حد؟ صرنا ننزل عليها إلا أجار شهري؟ حتى انك تشوف تغريدات الحين ممنوع انك تشوف تغريدات على كيفك، لك حد معين وراها ما تشوف. ليه؟ لانه يخاف من الداتا سكريبينج، او انه يجي موقع ثاني يشفط كل بياناتكم ويمشي، فهو يخاف من البوتات ويخاف من هذا ويخاف من ذاك ويخاف من ذاك، فقاعد يأزم الامور. فهو موقع ليس كفؤ انك انت تحرق اعصابك عليه وفلوسك ووقتك. وشكرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله. روحوا غيره بس.